دليل ان ده شكل شكل حربي ما تطور ليوم جحنا ولا من هنا من هنا اسمع من هنا للتسعين الحلاق على حسابي راح بيض الله وجهه والمغسلة ندري ما يكلف شعر بس شعر دقن انا لا انا ميد اخويانا كلهم لا والله ابشر بس سعد اسمع والله تم انت ولا يا اسمع انا مرت حجاجي على الله سبحانه وتعالى ايش اسوي ابكي ورحمه آه. والمغسلة روح على حساب راح والله العظيم والله عادي جلس عادي ما 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 غداك عشاك مضغوط بيت على حساب من بيض الله واذا تعبت اسمع 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 ابو رحمه اسمع ابو رحمه اذا تعبت عندك اقدام الى 90 روح ايه اقول اتهدم اسمع حلوه على حسابي روح حلوه ما زين عيشتكم هنا زيتون روح والرداء على حسابي روح ليش ايه والعسل احيانا على حسابي منون قبل لا تظهر ما شفت لا لا ما لحق عليها لا والله المغسلة والحلاق ما لحقت عليها والعسل والشاهي والشاهي ما لحقت عليه لا والله اي والله اني افرك لا والله نفركها بالصابون سبحان الله ما دريتوا بالخبر الجديد ما دريتوا فيه ابراهيم بيصير ابراهيم للشباب اللي جايين من برا اللي هم انتم من غير ابراهيم حقنا في ذمتك ما تدري في ذمتك تسمع التصريح يا رجال مالك منا ذا سوالف يا رجال قسك امه كيف والله ما ودنا قلنا لك لانك محترم من اول برنامج بس طلعت لي الادب اخي خلاص انا ما عدم الحين ما عدمش الا بالاخلاق وش يا عبد الله نعم الاخلاق باقي شوي نعم انا ما عدمش الا بالاخلاق الحين يوم جيتنا ما في اخلاق انت جيت تطورت عندنا خليت اخلاق ولا انت اول ما جيت منفس والله العظيم ترك تسقط علي انت واجد عبود عبود في اللوحي انا والله لا لا عبود حساب ثاني عبود يبغاك تقول عبود يقول لي غرد نفسه واتمنى الحين شايف فاتح فاتح والله حلوه ها عبد الله صب لك شاي تعال وش ذا الحكايه يا رجال تغيرتوا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رزقي والله ما شفت بدون كذا سيده ها سيده مره ليه تدري غرفه مقفله عجب مقفله وازدك من البيت الشباب ضعفوا ما ادري ايش فيهم ايه لا حكم جوع لا والله لا ما هو جوع الجوع موجود لكن عندنا الكويشت الكويشت في فيهم ضيقه الكوتش يا ولد قد يسولف عادي معاه ما يحليله اللي كان خلصت مريت عنده وسلم قال حبي يا رياض قلت يا ولد كويس تبارك عرفني عرف اسمي رحت يا طلب الزاوية خليت بابس قلت تسمع لي احكم معك قال تعال شوي فصل علي قال رياض لا تضحكهم شلنا شيء شاد كم طول اسلم الله يديك بس انا يا عبد الكوتش الوعد اذا جيت ابو والله ما قابلك تعال تعال يا عبد دق علينا ينعود اقسم بالله لا كراي دق علينا وعدنا فايز دقيقه طبعا جاء نسيله ما درينا ادري سلام كمل فايز عندك ما ترد علي سناب اما يا دقيقه دقيقه ما رد علي متى ارسلت لي ولا ردي على قلب واحد وقلنا نضيف الثاني بعضكم ما يرد الاضافه انت ليه ما ترد سناب انا رد لك الاضافه من قبل التصفيات رد لك الاضافه من قبل التصفيات انت رد الاضافه هذه المشكله انك رد الاضافه قبل لكن ادق عليك سناب ما ترد تنزل سنابات ليه اسم هي وين نزلت سناب سناب ادق عليك تنزل سناب سناب اجار يا ولد ها فريق دعم ينزلون في سناب ها سنابي مع غيري اما يوم طلعت اليومين ذيك ما لا لا اول ايام متى كذا ثم فجأة قدك في البث تصور وانت عند وايد سنابي انا معطيه اخوي حبيبي انت عند وايد يا رجال انت خليك عند وايد اجل نزل المقاطع انا ما ادري لا 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 فايز هو صادق انا ارسلتك ما رديت كنت انا بالحفر والله والله انك مصور مع واحد جايبك كيكه اي مو فايز ايه يا رجال خلاص علمونا ما نضيفكم اذا ما تبغون علينا علمونا من البدايه ابو رحمه صحيح علمني ادق عليه رقم قول عني ارسلك ادق عليك رقم يا شو اسوي يا ولد ولا وجهه هذه هي بس اجل ونطلع ها يعني تعال استغل الفرصه قدام اني باقي اقدر اسولف معك نطلع من البرنامج بعد حد انا فاهم يا حبيبي لا لا بعدين نطالع ترى تلون عليك بيلا يا هم كذا مجاملتنا يعني انا احب اقدرك بس
لا تضيفني. لا 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 في تواصل. لا تضيفني سناب. وسألت. يقول ترى وين علي. تردون علينا مجلس النشابة والسناب ما تردون علينا. ما بي. أنا ما بيك معي في السوشيال ميديا شيء طبيعي عادي. صورتنا قام يرحبون. أيوة. وإذا طلع ما حد يرد. ما تردون والله يا بعضهم ما رد إضافة. لذا الحين ما بعد رد إضافة. هذا النفاق الإعلامي لازم نضمك ونستقبل. والله بعض الناس يدق عليه هواد ما يرد. كل ما أسمع أنا أدق عليه. يا رجل صل على النبي جاكم تصميمين ثلاثه كذا ما تسوي الحركه صل عليهم ابو رحمه عليك على غشم نرد عليك لا بالله لا ترد عليه ترى كنت ربحان غثيث يا رجال والله العظيم انه يستاهل ابو رحمه يكلمك في خلا ولا يسولف ساكت كذا ساكت انا دخلت معه جلست انا وياه حال 30 دقيقه طيب ليه ما تسولف معه تكلم 22 ثانيه بس وي ايش كم رجع ساكت يا ولد عنده مال سؤال مو بزين ولا كم تسمع سواليف أيوة الله أنت معه؟ لا أنا عارف أعرف الديرة أنا ديرتنا واحدة صادق 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 ديرتنا واحدة المكان اللي هو بث فيه أنا بث فيه أول الديرة واحدة هو اللي كل معك طيب هو اللي سولف أنت اللي ساكت شو لا قلت أخر ربي ياخذ يعطي ما شغل بس والله يا الآلية العظيم يا أبو رحمن غلاك ومعزتك عندي قديم يا رجل رد على السنابات رد على السنابات وحش من الرياجيل يا ولد معزتك هذه نعرفها الله يطول عمرك لكن السناب رد علي ترى هو جاي اسمع قلت عليك سناب رد اسمع على خشمي والله انك يا رب عزني يا رب لكن اسمع عطنا فرصة يا أخي ترى أبو رحمة جاي البرنامج راح يبين علق خلاص لا ترد علي علق طيب اسمع علق انا رد سناباتك سامجه طيب كيف اعلق؟ علق انا اعلق عندك تعلق علي؟ اي واجد اللي يعلقون ما دريت المعلقين يا ولد ما يفوتني انا ولا التعليق والله ما يطفني ولا التعليق اني ارد عليها واحد واحد كذا فضيحه انك ضايف العالم كله مسكت لا رسائل الاشعارات اللي تجي اي هو ما يدري انا ضايف هو ضايف الالوف اقسم بالله العلي العظيم اني ما اقدر والله انك عبد الله الحربي يا رجال ها اقسم بالله انا متعدي الالوف اقسم بالله اذا ما تعدي انا ارد عليه بعدين ابو رحمه واحد يزعل علي اذا مرض ترى ابو رحمه جاي هنا اسمعوا تبصد والله ترى ابو رحمه والله يا فايز والله اخبر اصبر وانت عارف شوفتي انا وياك قبل البرنامج ازعل لكن ما له داعي اتحداك ابو خاطر يلا عبد بزراعه بالله انك تجي ابو رحمه جاي للبرنامج عشان يقول لكم ردوا على سناب انا جاي اي والله جاي على الناس في ناس لا ما في في ناس ادق عليهم ما يردون باقي الجو طيب يا اخوي لا 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 تسوي خويي تسوي خويي لا تبكي علي ما طلعت من البرايم هذه تبكي علي ما طلعت من البرايم ادق عليك سلام ما ترد اسمع 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 سلامات يا ولد اسمع ابراهيم يا اسم العيال كلهم طلعوا ابراهيم في رد دق والله دق عليهم العالم كلهم في القناه ما يردون مو فاضيين سمعني حتى انا والله ماني فاضي يا رجال والله فاضي يا ما له جوالات انتم مع ذاك المفسوخ يا رجال جالسين اني فاضي يا رجال انا والله استديو ساعه لقيت والله اني يدق علي والله اني احب الرجال اللي بعده من هو اللي يدق ما حد يرد عليه نفسك هو ما حد يرد والله اعمل اعمل خير ليه ما دقيت عليك رديت عليك اي رديت ما حد يدق عليك رديت والله سفا يا هلا نسوي لكم جروب يا شباب ندق عليك يا والله ما احس والله ان كلام ممتاز نسوي لكم جروب كلمه بعد كان نسوي جروب يا ابو هاد والله انه قال بدون لا يفكر والله لو فكر ما يقدر والله معوق ومطول اي لا يفكر انت لا تفكر ما فكر لو فكر اجيب شيء تسمع كريم زماوي اي لا يفكر مشكله لكن يا ابو هادي بنسوي جروب ان شاء الله بعد ما نطلع عشان نقدر نروح يا حبيبي انت ترد علي لحالك عشان تسوي جروب رد علي اخوي طيب اسمع السالفه والله قوي يا فايز ما ترد على رجاء تذكر اني انا اللي ضايف ترى ترى يا ولد ها انا اللي ضايف ماخذ سنابك هذه المصيبه هذه المشكله بعد انك تسوي خوي وانت ما انت بخوي لا 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 انا ابغى اشوف شوف ترى احيانا ترى الواحد ترى الواحد احيانا يندم على فعل سواه وش هو اضافك وتندم وش هو عادي تدري ايش تسوي درشيف ولا حضر لا لا حضر لا 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 في حاجه حلوة. هو منصدم في حاجه حلوه رحمه وانا والله ما الومه في حاجه حلوه يقول انت ما تردون علي ويوم دخل القريه اللي كنا نضمه ونبكي عليه يقول قبل شوي تلوون اذا طلعتوا ما تردون علي سناب طيب انتم هذه مشكله اللي تلوون احنا في القريه محدودين على بعضنا ما عندنا الا انت نفرح بك لا لا طلعت اربع ايام بيشه ونحزن وسوالك اخفاق قصه وتبغى تزعل ازعل تبغى ترضى ارضى انا رد عليك يا ابو رحمه لا تكذب انتهت والله اني رد عليك ليه بقول لك رد علي على ذا هو بالخوف رد علي رد علي تم ارسل له رد يا ولد يا صبي رد يا صبي يا غدير يا ولد الرجال عند الوايت يا ولد يصور وانا ادق عليه ولا يرد عسى ما شاء الله
ها؟ أبو لرحم. والله واجه. زين هديت أبو لرحم. شلون جت نوار؟ واجه بعد هالشيء. بش يلا. فاصل. ها؟ إيش في فاصل؟ أحب أغشعر مشاعري. أنت غشعر مشاعر. والله في العافيه صاروا هاي ما شاء الله انت ما ترد هاي ذي الحين ما قدرت يضاوي حد ما يردون عليه عاده تحت بحذفك لا 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 بالله لا بالله والله العلي العظيم اضافتكم فايز انا اضفتك بالخطا والله بحذف ما دامك سويت مع ابو رحمه كذا والله ما تجي والله العلي فايز فايز حنا موجودين حنا مسوين جروب مو معلوم الا عبود عبود والله قلب ترى معنا بدنا نسوي القروب علم والله العلم الطيب ابو ناصر وش قالت جدتك جعل ربي يطول عمرها لا لا يعني طلعت والله اني اصور فاحه واصوت لك لا 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 والله ما اقول السالفه هذيك لا والله ما اقول استهبل انت يا فلا ترى الحين بيقولوا صور هو معنا في القروب اقول شيء دقيت انا اسلم اياه لجد هذا من قلت فلاح اسلم عليه قلت والله اني كفلاح ادري وشو وانت والمتسابقين وانت وانت متسابقين وفلاح يسكت وانا اسكت وهي عادي عندي يعني قال فاصل قال فلاح هذه عليها فاصل بالتليفون يعني ما عليها فاصل قول عادي لا 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 هنا عليها فاصل ما عليها فاصل تبي الصدق عليها استبعاد والله ما قالت والله عليها استبعاد والله ما قالت الا الحق هي قالت الحق إيه؟ على استبعاد بي ها ما تحترم بياض وجه منك جارك تحيا اي خير في صلعة احد اعلمكم حاجه في فلاح تفتح مع قست فجاه تتكلم مع نفسك ليه يا ايه لما اعطاه سيف الاقلبي سالفه طلع من القست سيف يغبل ينقهر ينقهر جيبوا لي شيل ايش هذا؟ ايه والمشكله سيف ينسى لا لا يرجع ولا يطلع من وجهه ويلا انتهي الى الملح ها انتم مناحي ايه مع ابو سلطان نسينا شاي ملح معطينا شاي ملح ابو سلطان ترك دوسري معطيه مناحي لا ما ابو لا لا ما ابو ايه في القست في القست بعد ما دخلت طلعت تعجيل معي جوال الغرفة تحت السرير يلا ها طالع 40 ساعة عشان انك وصخ رجع ايوه بس بحاول والله انا اسام جس وجهه لو قلت بسيط كان يمكن حتى ما لا ذاك والله حلوه بسيط والله يهديك يلا يا شباب اليوم اللي يبغى ينسحب يفضل يلا كلنا برا المنافسه ما في الا ثلاثه شفيق هذه يعيره لازم نعير با واحد من اللي تحس انه تركب عليه لا لازم خشم كبير ما هو الله يستعين يا ولد الحية على قولة جدي لا هذا صدق هذا 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 تعال لا يا رجل اللي رجعنا الحين ما عليك زود ما عليك لا تخلونا نسولف تم 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 لا تخلونا نسولف واجد ليه والله العظيم اني استبعدكم كلكم لا مستحيل مستحيل انا لا لا تسمع كثير يعرفون لا يعرفون ترى عشان محصل مستحيل لا ما يسوي هذا يعرفون لا يعرفون عشان محصل قول ما شاء الله وجهي قول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله انفذ انفذ يا عبد الواحد لا انفذ يا ابو سلطان هذا بوت ما في ما في ايه باقي باقي الساعه 6 قبل باقي البث ما في شيبان ما في شيبان ما في شيبان اليوم جمعه يعني اني ما ادري مره الحج يعني يرحم حالنا انا اني ما ادري ايش عندك هالشارع دشكت كم ساعه الحين كم ساعه ولد ما في صدق ذي ترى ما يني شامل خلاص بدي الساعه صدق كم باقي عندك طيب والله انا راح الوقت عيال ما دريت ان البث انتهى 6 الساعه كم الحين ليه كم الساعة؟ أول ثلاث ساعة كم؟ والله العظيم 4:18 ساعة كم؟ يا ولد تعال اجلس وعين خير يا ولد والله لا البث لازم يقعد لي بعد الفجر صدق ليه؟ بعد الفجر خلاص قفله الساعة 3 أمس يا ولد
ما ما وصل لنا الا الساعه 5 وشو نقد عمري عندنا ما درينا عن هذا سهل ما تسمع شيء ما اقول احبهم ختام البث بيصرون في المسجد ختام السالفه يا طيب وصلي واذا صلينا خلاص يقفل هذا حقك علي ولا نفس قبل اول ما دخلنا نص ساعه بعد الصلاه ويقفل والله بكيفك ما انت خسران شيء لا 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 انا عارض انا ابغى لها الساعه 6 6 و7 8 وابشروا بالجداول تكفى انت بلا تنكسر لا والله عقبي ما تم مضبوط يا رجال الحصان تسوي كذا حصانه لا حصان يا رجال الله مستانس يا رجال انت ابو رحمه اي الرجال هي باقي رجال انت خامر بس دكتور يسوي بواجد يا نايف اليوم البذوذ كلها يسوي طلع يا النبي السنابات عطني الفاي السنابات الله يستر سلام عليكم يا رجال ما ادري السلامة وش حالكم لا في حاجة جديدة ها وش فجأة يصور كذا وانت ما تدري ايش السالفة هو يسوعب يقول كذا شوي ليش السنابة في وجهك ايش تبغى ايش الموضوع ها بعدين بسم الله على قلبه شفت بيه راكب معي صاك راسه يا ولد في التنده وانا كني غرير غرير لين جالس حول الاسلوب اطالع طلب ايه ارب انه يجينا معاه والله الذي لا اله الا هو انه اطلق يوم من يوم طلعنا ليه فله ضحك اي والله حربي عشر يا جماعه انا اصبح حربي جاي عليكم صلوا على النبي نقول سدي احنا في السجن غصب ايش نقول سدي السجن مطلع ان دخلت يا اخوياي ابشروا بعجب عينكم هم دخلت فاعذرونا ما عاد الا 5 ايام 7 ايام وبنعود عليكم هذا امان الله الله يستر عليك اي خدمه كل اي لزمه اي شيء اي من جديد اي من جديد سلطان الله يستر عليك سلطان انت ايش ها شوف صوير اخوي غزيف يصيب الظروف ايام مرتعد وفيها نشاط ويرجع علينا طقطق طايح كذا ويبغى يرقد اقول يا لبت سلم الجاب دائما على الشيء من بدري انا دائما ارقد الساعه 3 رجع لي يرقد حس العاد كم حصل يا رجال اي والله لو ابي انا استانس معهم جوي يا اخوي ترى قبل برنامج من الصبح اسامحك راعي جو